هاي كيفكن اليوم؟ أكيد عم تقولوا وينو جو؟ بطل موجود على يوتيوب؟ بلا أنا هون وجاي اليوم خبركن أنه صار عندي ماي تشانل على يوتيوب، يعني صار فيه كتير فيديو استحضروها على قناتي الخاصة. فوتوا وعملوا لها سبسكرايب وعرفوا أخبار المشاهير اللي أنتوا بتحبوهن. واليوم أنا وياكن بدنا نحكي عن هيفا وهبة. هيفا يلي دايما بتصير الجدل ودايما بنحب نعرف أخبارها، وهي مثل كل الفنانين يلي بحبوا يخبوا حياتهم الخاصة وما يخبروا عنها كتير، بس نحن اليوم رح نحكي عنها. وأنا اليوم رح أعرفكن على إخواتها لهيفا وهبة يلي هن رولا هنا وعليا، يلي ربيوا بعائلة فينا نقول عنها مثالية مع بيهم لبناني وأمهم مصرية، ولكن كبروا الصبايا ودخلت المشاكل بيناتهم. بقيت هنا الشخصية المفضلة عند هيفا والقريبة منها، بتروح معها على سفريتها على ظهريتها، بس كبرت القصة كتير بينها وبين رولا. شو الأسباب؟ رولا حابة تستفيد من شهرة أختها وتطلق حالها بعالم الفن، بس من ورا شو؟ غنيت؟ لا ما غنيت. مثلت؟ لا ما مثلت. بس نقول رولا يموت دغري بيجي على بالنا صور فاتحه، صور جريئه. هلا هي اذا عم تحضر الحلقه بتقول خي عم يحكوا عني، بتنبسط. هي بتحب تعمل هيك ضجه لو كانوا قصصها شوي اوفر. اذا بتفوت على فيسبوك وحتى على انستغرام رولا بتلاقوها ثلاث ارباع صورها مش لابسه. هي بتحب هيك، بتفكر انه هيك فيها تشهر حالها وفيها تستفيد كمان من شهره هيفا. مثل نقول اخت هيفا، شفتوا اخت هيفا؟ معقول اخت هيفا شو عملت؟ وهي هيفا مش دريانه بهذا الشيء، بيوصلها الاخبار ومش عارفه شو عم بصير، بتنصدم تتفاجأ. بس ما هي قصتهم كبيرة كتير، المحاكم والقضاة تدخلوا. يعني بالنهاية حياة الناس هي ملك لإلهم، نحن ما خصنا فيها. بس إذا كانت هيفا وهبة أخبارها عم توصل وين ما كان، ورح نحكي فيها. واليوم عرفتكم على إخواتها يمكن أنتم ما بتعرفوهم. رح أنهيك هالمرة مع فيديو لهيفا وهبة هي وعم بتنكت. بتعرفوا من زمان قدي طلع نكت على هيفا وهبة، شي منيح وشي عاطل، بس هي عم بتنكت على حالها وللناس. أقولكم كانوا نكتها بايخة أو ثقيلة مهضومة أو كيف؟ قبل ما وداكم بقلكم اعملوا لي فولو على انستغرام وعلى فيسبوك، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب على ماي تشانل تتحضروا فيديوز عن هيفا وعن كتار من الفنانين. تشاو. شو الفرق بين هيفا والبحر؟ هاي اول مره بنسمعها نحن. البحر كتير مالح، هيفا كتير حلوه. طب اسمع هادي. المرة واحد مدري شو شربين دايخ هيك منه واعي لحاله ماشي بالسوق ضيع امه، صار يدور عليها ما لقاها، قام شاف اثنين واقفين قال شفتولي ما شفتولي وحده ماشي وانا مش ماشي معها. انا تهت وانا كمان. طب اضحك عشان الحديد. بس أنا الحمد لله إيماني بالله كبير، ولحظات تمرق علي يعني أمرار وبدي فل. إيه ده مش نبتة. والله ليك حق أبو طارق.